الأزمات الساخنة اللي مرت بالمجلس خلال الأسابيع الماضية، في بعض الأزمات الناس قالت إنه المجلس كان ليه دور فيها بشكل إيجابي، والبعض الآخر قال إنه لا، الحقيقة المجلس ما تدخلش بشكل قوي وساب الأمور تتصاعد ولم يقم بدوره. مثلا أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية، صحيح. أزمة استمرت في التصاعد وفي تصعيد من نقابة الصحفيين وفي نوع من أنواع الثبات على الموقف من قبل وزارة الداخلية. في ناس كتير قال لك طب هو المجلس دوره ايه؟ كان المفروض المجلس ده يحل المشكله انه تاني يوم على طول يستدعي القائمين، يستدعي نقابه الصحفيين ويستدعي وزير الداخليه ويتشاف فين الخطا وفين الحل ويحسم الامور بدل ما يسيب كل الناس في حاله التلاسن دي. ده من الطبيعي، ولكن للاسف الشديد ان نقابه الصحفيين تعجلت واسرعت بخطوات سريعه جدا منعت الطريق ان حد يتدخل. وده معناه ان انت النهارده طلبت اقاله وزير الداخليه، اعتذار الرئيس، انا هتدخل اقول ايه؟ انت شايف انه خلاص فانت انت تسرعت اصلا. اولا تسرع في 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 في, في, في الازمه اصلا. للاسف الشديد لما انت النهارده تبقى قاعد تقول لك انا طرف والتاني طرف وكل واحد عايز يظهر قوته في على الارض، وكلام مش محترم وكلام مش مسؤول. واتمنى ان احنا نتعلم الازمات ديت والناس الموجوده على رؤساء النقابات اللي موجودين، مش صحفيين بس، على كل النقابات اللي موجودة، ان هم يترئسوا يتحروا الدقة. واكيد في حكماء موجودين في 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 هذه النقابات. احنا عايزين بلدنا، مش هينفع تمشي من غير صحفيين ولا من غير اطباء ولا محامين ولا تجاريين ولا فلاحين ولا، مش هينفع طبعا طبعا. ومحدش بعد اذن سعادتك يلود راح حد، لان كل واحد النهارده عشان كل واحد يقول لك انا دراع انشف من التاني، الكلام ده كلام مش مقبول ومش حاسس. حضرتك ان في نوع من انواع لعبه استعراض القوه او فرد العضلات ما بين المؤسسات للاسف الشديد. لا يا فندم، لا، هو للاسف الشديد بعض الناس اللي موجودين في النقابات بيستغلوا وبيستثمروا هذه الموضوع عشان الانتخابات وكراسي، ما بصوش مصلحه البلد. انا بتكلم بشكل تاني خالص. تمام. مصلحه البلد فوق كل شيء. الأزمة ما كانش كبيرة جدا جدا عشان تتفخم وتبقى بهذا الشكل، لا، تسرعوا، واعتقد التسرع بتاعهم منعوا الطريق لناس كتيرة جدا من ضمنهم برلمان مصر من الدخل. واحنا يمكن دخلنا فلقينا في إصرار وفي يعني إصرار على الموقف وتعنت خلاص يعني. فإذا نسير الأمور لما تاخد وقتها وتوضح الأمور، لأن احنا للأسف شديد بعض الحاجات بتتاخد بعجالة وده مش لصالح البلد. في أزمة النهاردة كمان أثيرت على خلفية هذه القضية، خلاف نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية متعلق بالنائب المحترم الأستاذ أسامة هيكل، اللي البعض اتهمه بأنه سجل بعض الجلسات اللي كانت معقودة لهذه القضية أو المشكلة. وفي بعض النواب قدموا فعلا بلاغات، منهم النائب خالد يوسف أعتقد قدم بلاغ يتهم فيه أو شكوى يتهم فيه الأستاذ أسامة هيكل بتسجيل الجلسات. مش عارف وصلت لكم الشكوى ولا لا؟ هو طبعا يعني يمكن صدفة كان معايا النهاردة الأستاذ أسامة هيكل وقال لي بتتم عندك في مكتبك. قلت له لا، ما فيش مكتبي. يعني كنت جلسة، كان عندنا جلسة طوارئ، فأنا ما ينفعش أطلع أسيب الجلسة دي، رقم واحد. رقم اتنين ما كانش عندي في مكتبي خالص. يعني لكن في مكتبك مش فاهم. كان بيقول ان تم اعداد المذكرات ديت والشكاوى ديت في مكتبه ديت. الشكاوى تم اعدادها في ان انت قائد هذه الهجمه يعني. لا، انا بقول على الهوا طبعا، لا، الكلام ده مش مظبوط. ويعني ولن اقبل طبعا ان يكون في حاجه زي كده.